خطيرة وإمكانية والحكم يأتي ضربة جزاء والحكم مع بيد يأتي ضربة جزاء شمس الدين مسارية قوية والنادي الأهلي يأخذ الأسبقية في 33 في قلب عن طريق ضربة جزاء في أجواء جماهيرية هستيرية. وليد وليد مش معقول. لا 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 أقوى قاتلة من حسين الربيع. هدية دفاعية تراجعية هدف ثاني والله. البلايلي والشناوي يمشي البلايلي جول. يا ترجي أمان يا ترجي أمان. هاول معك تابعوني لأولاد هاول الضربة هاي الضربة اللي ضرب فيها شمس الدين الدعواتي بيدو. وليد سليمان في سيناريو جديد. سليمان والهدف الثالث للنادي. تاريخك يشهد بيك ما نتكلمش. جمعية عريقة اللي قالها ما كذبش. جمعية عاشت معاها أجيال ماتت في جالها رجال حبوها ملايين عباد. الترجي من ريحة البلاد اليوم يا افريقيا ان شاء الله نكون واسياد. 90 دقيقة تشجيع متواصل 90 دقيقة عرق وتعب 90 دقيقة تركيز 90 دقيقة روح وجرينتا 90 دقيقة هجوم ودفاع نجاعة وصلابة جو كارنفال فيستيفال. سامح الدربالي يوزع كرة على القائم الثاني خطيرة الركنية الأولى للترجي. يلا جول أولاد ترجع ترجع للترجي محاول تسديد شات كرة الحارس الكرة الأولى دكولي جريلو جريلو هي خنيسي خنيسي خطيرة والكرة وهدف الأولي سعد بكير سعد بكير هدف الترجي يحقق السيناريو في وقت أفضلية الأهلي وفي وقت عدم وجود الترجي 1-0 من سنوات ما سبقناش في التهديف. هدف باش يقلب الأدوار هدف باش يقلب الأدوار لأنه مستحيل الترجي يكون سيء. بدري حط الكرة هيا 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 إليه 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 الترجي ببكير يرحم والديك يا بكير تير يا بكير تير تير يا بكير تير. اعطيه بدري اعطيه بدري اعطيه بدري اضرب يا بدري إليه إليه الهدف الثالث الهدف الثالث خلص 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 خلص. كم انت كبير يا ابن الخضراء كم انت كبير يا ابن الخضراء كم انت كبير يا ابن الخضراء. 3-0 تغيرت ترجع كرة دقيقة 90 في المباراة. ملا بدري لا تقرا لا تكتب تقرا بالتونسي تقراها بالعربي تقراها فرانكفوني